هذه سمية التي لم تتجاوز بعد العشرين عاما، التحقت بسوق العمل متجاوزة صغر سنها وماضية نحو تحقيق هدفها، حيث صارت واحدة من مالكات المشاريع الصغيرة هنا في محافظة عدن. تعلمت حاجات كثيرة وطورت من مشروعي وعرفت إيش الاستراتيجيات الخاصة اللي كيف إنك تفتحي مشروع، كيف إنك تطوري من الاسم، كيف على أي أساس تختاري كل شيء في المشروع. ولبشرى أيضا مشوارها الذي أجتازت فيه كل الحواجز وقهر ظروف المعيشة الصعبة لتنشئ مخبزها الخاص ولتصبح أيضا واحدة من سيدات الأعمال المتميزات اللائي ساهمنا في إنعاش الوضع الاقتصادي في العاصمة المؤقتة. تعلمت الفرق بين المدخلات، المخرجات، أصل المال العام، كم رأس مالي يكون، المعامل التشغيلي، العمال والإيجار، يعني عرفت حاجات. كنت أنا بس أول أدخل أخرج أدخل معلش أقسم كيف المبلغ. المشروع قدم للوالد فرصة عمل، لأخي فرصة عمل، إنه كيقف كم حاسب. أنا وأخواتي طباخين، هذول تعتبر فرص عمل أنشأناها واستحددناها من خلال المشروع. نساعد أختي بشري في التنظيم، في الطباخة، في العمل، في الإشراف، في كل شيء في المشروع، عشان إن شاء الله نطور حبة حبة. بمعدات بسيطة استطعنا أولى السيدات أن يصنعن فرص العمل لأنفسهن ويتربعن على إدارة المشاريع الخاصة بهن. هؤلاء خرجوا إلى العمل لأنهم ملوا الجلسة في البيت والانتظار الطويل للوظيفة، فوجدوا أنفسهم أمام هذا العمل التجاري، ونحن بصراحة نشجعهم. هذا الإصرار ومثابرة في سوق العمل المحلي توج بإنشاء كيان يجمع أولى النسوة، ففي هذا الحفل التكريمي أشير اتحاد سيدات الأعمال ليصرن به رقما صعبا في مجال اقتصر طويلا على رجال الأعمال. إنشاء هذا المخبز كان من إحدى الأفكار الجريئة التي ساندها الدعم المعنوي قبل المادي، وبإصرار تمكننا هؤلاء السيدات من تحقيق أحلامهن ليدخلنا سوق العمل ويصبحنا من مالكات المشاريع. مروى السيد، قناة بلقيس، عدن. Thank you.